السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدي قناة ميس سرور. النهاردة عاوزين نعمل مع بعض اللمامة ديت ننظفها. بصراحة أنا كنت عاوزة أنظفها، بس أحبيت إن أنا أفيدكم إن هي بتتنظف إزاي، لأن اللمامة ديت رزلة شوية في تنظيفها. يعني إحنا عارفين إن الوبرة، شايفة فيها وبرة إزاي، فطبعا بتبقى صعبة، وطبعا والشعر اللي فيها معرفش هو السجاد ده بيجي شعر منه ازاي. انا متهيألي ان الشعر ده بيبقى جاي فيه حتى والواحد بيشتريه، مش عارفة صحيح. يعني الشعر ده بيبقى في السجاد، فاللي بيلم الشعر والوبر وكله اللمامة دي. فاللمامة يعني انا عندي المكنسة اللي بالكهرباء، بس بصراحة ديت يعني ايه، هي رخيصة وكويسة في النتيجة او التنظيف بتاعها. مش كل حاجة غالية يعني اللي هي اللي تبقى يعني بتدي بتحقق إنجاز في في عملية الشيء أو في الإنتاج الآخر، لكن ده هي نتيجتها في النظافة بتبقى نظافة مبهرة، بس المشكلة بتاعتها التنظيف. فهنشوف مع بعض كده. أنا على فكرة أنتوا عارفين أنا بصور فين، على الصبة فوق خالص، يعني على البيت من فوق خالص، عشان لو شعرة ولا وبرة ولا حاجة طبعا تبقى بعيد عن البيت. فهنشوف كده مع بعض هنعملها ازاي. فهعمل ايه، انا مخصصة الشوكة ديت لتنظيف الريش بتاعة اللمامة، حاجة يعني سهلة خالص، بدل ما تتعبي وتعملي بايديكم وما بتطلعش. شايفة اهو، شايفة الشعر. طبعا الشوكة ديت يعني ايه، مش هستخدمها في الاكل، يعني ايه بقى مخصصاها. شايفة الشعر والوبر، شايفة الوبر اللي طلق، حاجة سهلة خالص ومش هتكلفك حاجة اهو. بسرعة كده بيروح الشعر طالع، بص الخيوط انا بطلعها كده بالشوكة واشدها بايدي برضو اهي. دي احسن حل جربته في موضوع اللمامة ده اللي هو الشوك اهو. الشوكة بتطلع لي الخيط، الخيوط اللي هي من اللي كانت في السجادة اهو، وكان على طول بنضفها بالشوكة. شوفي نضفت ازاي بسرعة، ادي الشعر طلع اهو اهو. بأجيبها من القاع من تحت خالص اهي، ما عادش فيها حاجة خالص اهي، في ثواني. شايفة ادي شعره، ما عادش فيها حاجة يعني الاثار اهو. وكده ادي انا عملت الناحية ديت، بشوف برضو ايه، اركز على الناحية دي شوية، اشوف فاضل اهو. فالشوكة دي بصراحة يعني مبهرة. طبعا دول انا هنضفهم بالتنييق، بس انا حبيت اوصل الفكره لحضرتك. فاهوت يعني كده اختي، ماشي يا بنات اهو، ما عادش فيها اي حاجه. يا ريت لو عجبك الفيديو نضغط على لايك، لايكات كتير عشان الفيديو يترفع، ونشترك في القناه ونشارك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.